الاتحاد العربي كان صديقتي ليه وكلام هذا في الفرق اللي تمشي من الاولانيين كنعرفو هذا الفرقة ديال لي ديال فهمت تماك وحنا مصاحبين لدابا الكرة الانسان لعب في الفرقة ديال الشيمينو لعب في استاد ماروكان لعب في الرباشاري لعب في الفتح لعب في الجول ولعب في الباسكت الباسكت لعب في الباسكت ديال كيبر ايه خصنا نلعب في كيبرومير ديال الباسكت ايوا دوزنا انسان في الحياة بجينا كانت في الاول ديالنا كلشي وشت الحاجب المكي انا المدرب ديالو جول وواحد الشطار مشاوي جول ديال المغرب وكاين سميتو عبد الرزاق الله يرحمه حتى هو كنت حارس المغرب كل ما دوز بين يدي ودوز القباش كل ما حارس كنت كنتريني يوم انايا قبلت في الرباط انا الاول في الرباط انايا حارس ومدرب انا عارف بزاف سابق غارديان ديفيد بالأولمبيك ماروكان 1937 جيت جوال الأولمبيك ولعب معايا الحاج عربي مبارك يعني حاز على الكأس أفريقيا الشمالية الصورة ديالو راه فين هي يعني حاج عربي الناس من أرفع يميكو راجل مزيان ما كاين لا حسد ولا بغض ولا Oui, ben, Larbi Ben Barek pour moi représente le sommet du football marocain, même du football mondial. Je le trouve supérieur même au roi Pelé. كنت كنلعب في الفرقه نتاع ستاد ماروكان الرباطيه اللي كانت تابعه للسكك الحديديه وكنت واخا ما بلغش السن باش نلعب في القسم في الفرقه الكبيره كانوا خداو التصريح من الجامعه العالميه نتاع كره القدم باش كنت كنشارك في الفريق الاول نتاع ستاد ماروكان مده 6 سنين قبل ما نمشي لباريس باش نصاوب الدروس ديالي الطبيه في عام 1948 وفي هذه المده هذه شاركت مع في كره القدم في جميع الميادين ومع اكبر فهمتيني ناس كانت عندهم مهارة في كرة القدم مثل السي بن مبارك غادي نقول لك على الحاج العربي بن مبارك يعني التاريخ كيراجع راسو براسو بزاف ما يتقال على الحاج العربي بن مبارك حقيقة كل مغربي كيخصو يفتخر بالعربي بن مبارك لأن هو أعطى اسم للمغرب وأعطى يعني الافتخار لكرة القدم في المغرب وإلى حد الآن التاريخ كيتكلم عليه وقت ما كيتكلم ترى على كرة القدم كيجبد العربي بن مبارك الحاج العربي مبارك اش عندنا نهضر يعني اللي كاع اللي نهضروا عليه وهو يبقى قليل الحاج العربي مبارك خلى يعني واحد المثل في العالم كله ديال كرة القدم في اسبانيا يعني في اوروبا في العالم العربي في العالم الافريقي يعني واحد اللاعب كان هو تصرفوا بعنا غير بالسميه ديالته وانا تنتصرف كثير تلحقت على سميتي عبد الله بن مبارك وهذيك بن مبارك اللي تتناسب لي هو تاهي تكون واحد الشرف كبير ليا تاهي بلا شك كما كتعرفوا الحاج العربي بن مبارك الى جا الانسان باش يهضر عليه كاين بزاف ما يتقال ما نساوش لانه لحد الان الحاج العربي بن مبارك نقولوا افضل لاعب
اللي داز في العالم بأسره، ماشي يعني غير في المغرب، هادو كيشهدوا بها جميع الصحفيين او الناس الرياضيين، بالخصوص الرياضيين في كرة القدم. الحاج العربي بن مبارك يستحق كل الذكر وله قيمة، سواء في المغرب او خارج على المغرب، ومثل المغرب احسن تمثيل بالخصوص في كرة القدم ولا في الانسانية. رجل يعني معروف باستقامة ديالو، بالديانة ديالو، بالمعقول ديالو. كان بس راهو مصوب. داكور. ها هو موجود. شيك. أحسن نسمع. إذا أنت تعرف غير هو هذاك ونبي الله عليه السلام. شوف هذا السوفونير. محب في الكرة القدم في باريس، وحنا كنا في قسم تاني تاني مع استاذ فرنسي، وقال لي فلان كلام، قال لي ودي عندي واحد الفرقة ديال الكرة القدم حدا باريس بشي 130 كيلومتر. قلت له واش كاين؟ قال لي بغيتك الا جيتي لعندي نهدي لك شي حاجة والسفر عليه والماكلة. قلت له ما كاين باس، بفرح وسرور، حيت مشيت معاه هدا لي هذا، وراه كاين داك هذا ديال السكر قداش، وعطيني ديال الحليب كذا. على كل حال شوف اخي عجبة، وما تنساوش والله العالي هذو ديال حياني الان تيجيو لعندي. سبحان الله، اعترف بالله، اعترف. ودابا شحال هادي؟ 47 عام، 47 عام، وشحال ما كذا. قال لي نكذبو؟ قال لك ما فيش بحالك. قلت له بضل من الله ونعم. تفضل. السي الحاج دابا حنا فين؟ نعم سي، بغيت نعرف دابا حنايا فين قاعدين؟ قاعدين على كل حال في المغرب. نعم. والمغرب اعطاه الله تعالى نعمة متعددة. نعم. وعند العربي بن مبارك الصحراوي القديري. نشكرنا على واجب اللي بات كاع اخوانتي يعرفوا، لا بالداخل ولا بالخارج المغرب. كاينة. هاد الحي اللي حنا فيه شنو هو؟ هذا ديال درب بنجديه، حي ديال درب بنجديه. درب بنجديه مزيان. نعم سيدي. الحاج العربي دابا حنا في 85. نعم سيدي. بينك وبين الميلاد ديالك تقريبا 14 عام. نعم سيدي. ياك؟ اي 14 عام. 71 عام دابا هذه. يعني باقي لنا شهر. تمام. اي نعم. اش من حي تزدت فيه؟ ضربت الصوفي حدا الافوار. حدا ضرب الطاليان، ضرب صبليون. وحده درب المعيزي، وحده بوسبير القديم، وحده درب حاج من الحمان، وحده على كل حال بوطويل، وداك حدا المدرسه ديال القبه. كنت يقول لها قبت والو، هي قبه مدرسه وفيها قرينا شي ما تيسر. على كل حال قدر جدي الى جاب الله تعالى. وكان حي مزيان، وكانوا فيه واحد هذا ديال واحد الفرق ديال الفركه ديال كره القدم، وهي تيقولوا لافانغارد. ولافانغارد كانت هذيك فرقه ديال المسلمين كلها، وكانت معززه في 1900. ونقول لك ديك الساعه على كل حال 22 23 من عندها 8 سنين 10 سنين تنتفرجوا في هذوك. سميتو على كل حال الحق ولا سميتو كان عزيزه، ولكن ما كانش عندهم الامكانيات، وتحاولوا كاع دوك اللاعبين ضموا مع الفرق الاوروبيين. هضر لي على الحي. الحي كي كان داك الساعه ما بين الحي ديالك فين تزدت وهذا الحي، واش عاقل عليه كي كان بنجديه دابا مع الحي ديالك؟ أيه. كي كان بنجديه ذاك الوقت كنت كتجي ليه؟ لا اللي الان باقي تمشي عند شي ناس وفعلا تيلعبوا ضامه تما. كاين دابا الناس اللي تيلعبوا ضامه اصدقاء ديالي. كاين واحد اللي واحد السيد عنده 62 عام، واحد عنده 66، واحد على كل حال عنده 58، ونوبه تمشي نزورهم. وفي الغالب المناسبه تجي مع يوم الجمعه. وكانوا هذوك الافراد هذوك بعضهم اللي كنا صغار كنا تلعبوا الكره، وتنشوفوا دوك الاوروبيين ديك اليوسا وديك البيتي تي تيلعبوا حتى هما. على كل حال وفعلا على كل حال بقينا نشاط. نعم فعلا. فعاود نمشي نديروا شي حاجه مكان مثلا الناس ميتو تنهوا الكره القدم، وتنشوفوا داك النظام اللي عند هذوك الاجنبيين. وبحال هكا واحد العدد ديال الناس باقيين، واحد العدد مات، ولكن العربي خلوه الله يرحمه. على كل حال الكعيزه سميتو مالاكا، على كل حال طنجي الله يرحمه سعيد ورحمه العبيبيس، حسينه، واحد العدد على كل حال الله يرحم السيد الحسن جيكو، تا هو كاع هذوك التلاميذ ديالو. وكان هو كمربي خبير الانسان كان السيد الحسن جيكو، كان عنده ثقافه مزيانه بزاف.
وداك داك العهد تبارك الله وصلت على النبي. وكان تي في المشهد دري مزيان تيعجبو تيرتبه ليه. واحد النهار من جد المسائل كان وحيته ما هو مدخلش مع جامعه كره القدم، ولكن كان عنده اسم، وداك الاسم طلب للجامعه كره القدم باش يهيئ واحد المباراه. وداك المباراه حيت تهيئت خد منها واحد العدد دري غير كحلين، ودوب حتى التريكوات كحلين، وعجب درنا واحد السيليكسيون غلبناهم شي اربعه لوالو. نعم. وعاد شوف داك الفكر ديال داك السيد ديال داك الوقت ديال 19 ميا نقولوا مثلا 30 31. بنجديه كان درب بنجديه، كان بلي داك الساعه كان الحاج ميلودي بنجديه، وكان حتى هو كويري، وكان تيلعب في الراسين كليب دي ماروك اللي تسمى طراق اخيرا. ايوه. وهو كانوا خوت واحد العدد منهم تبارك الله، الحاج بن ميلودي على كل حال، وكان خو واحد سميتو راه خدام في البنكات على كل حال في ريد لورلوج ما علينا. والحاج بن ميلودي وقيل دابا واحد المده راه المسكين حتى هو كبر ما كبر الله، راه غادي تخشي 80 عام. وانا تقد علي النظر ديالو عقلو شحال كلها كذا الله الله. شنو كان مبني هنايا ديك الساعه؟ كان مبني الحي ديال برمجيه، كان دي صور. وكان واحد الفران راه باقي نيت، كان من تما داك الفران تدوز. انا كنت عندي شي 8 سنين 10 سنين تنجو عند شي الناس من الاهالي ديالنا من النوع ديال طاطا. خرجنا كانت واحد السكه تدوز على هي الحد ديال الدار البيضاء. بولفار دو لورين. نعم. الشارع الزرقتوني دابا سماه. شارع الزرقتوني. فعلا كانت تسميته، وفي العشية داك الباب تيتسد ديال المحل مول الفران على كل حال، كانت معززة. اللي بقى برا بقى برا، واللي لداخل لداخل. وكان باب مراش كذلك. باب مراش باب جديد. باب سيدي على القرواني، باب مسمارة، باب على كل حال، باب إلى آخره. العشية مع ديك الخمسة والستة. الحاج الله يخليك، وقتاش بديت تعقل أنت؟ أش من عام تقريبا؟ 7 سنين 8 سنين 6 سنين؟ بلا مبالغة من ديك 8 سنين 9 سنين. كنت انا سميتو وتنعقل على التربيه اللي كانت تربيني امي، وكان خويا من امي تنعرفو واش كانت المعامله ديالو معايا، وكيفاش الا جات من المدرسه، كيفاش الا هذا سميتو الا درت شي حاجه ما مزيانش، كيفاش امي تنقال لها تهضر لي البال تنبه عليا. وقال لي عقلي واحد النهار قلت شوف هذه امي غير مراه بوحدها، مراه وتتعامل معها التربيه هذه، باغا لنا الخير على قبل كون كانت باغا ياخذ المسؤوليه، ولكن ملي امي خصني نسمع ليها. وعمرني ما نعصى لامي، وبكثره الحب اللي بقى بيني وبين امي، حتى نهار صدر شي تغاير هذا الشيء كتبه الله مع خويا، قلت لها امي انا تنبغيك امي، وانا دابا تزوجت ودرت وليدات، بغيتي تجي معايا مرحبا. قالت لي بغيت تفرق معنا ولدي، قلت لها لا امي، كاين بعض المسائل اللي دابا انا خديت المسؤوليه، خصني نشوف المستقبل ديالي، ما غاديش نبقى ديما هذه الوضعيه هكا وهذه الحاله هذه. بابا خويا شويه كاد يتقلق وكذا وكذا عن الطبيعه ديالو. قلت لها فهمتيني اش بغيت نقول؟ ما يمكنش نتعايش معاه. وفعلا كان سميتو جاب الله تيسير. ياك. جاب الله تيسير. الحاج انت لعبت الكره شمن عام باقي عاقل لعبت الكره؟ لعبت الكره بواحد الكيفيه الزنقه ماشي في الفرقه. لعبت حفيان. نعم. حفيان وعجبه. الاحساس ديال الانسان بحيث الحس اللي عطانا الله بالذكاء ديال ربي، تتحس بحاجه بيدك. حفيان بالكره عجيبه تما تعلمت، وسيدي ربي نبهني مع 9 سنين 10 سنين تلعب مع الدراري. اش من عام هذا؟ نقول لك 1922 و23 شي 8 سنين 10 سنين. اذا مزيود في 1914 حنا غادي 24. ثمان سنين 22 كانت عندك تماما 14 غادي حنا بسميتو. قلت لك واحد الوقت وليت تلعب مع الدراري تنقول لهم لا انا ناخذ جول وريال وانتم لعبوا بسبعه بكم، تلعبوا سبعه بهم، تناخذ تنجي نعاون لا ريال ناخذ الكره ونمشي الماركي ونغلبهم 7-1 8-1 10. التعليم ليا بلا ما نشعر عادي بالله داك المجهود اللي كدير علمك تلعب مزيان، ولكن لا داك التراويق وداك الفات وداك الاستقبال الكره وداك سميتو على كل حال عطاني واحد هذا حتى 3 4 5 6. كانوا شي وحدين خير منك؟ لا اللي قدك داك الساعه؟ لا اللي حسن مني كان العذراء، كان كبير كبر منك، كان بشعيب بيبي، كان الفقيه الدرباني الله يرحمه، كانت عنده مدرسه في ولاد هيو، فرانت ولاد هيو، كان بارك ماي الله يرحمه،
ولاد هيون بغيك تقول لي شنو هي ولات الان باش يعرفوها. دابا راه شفنا واحد يا سيدي فتح الشباب البيضاوي، ولكن راه باقى اسم الاسم والاسم باقى ولاد هيون. ايه ولاد العرصه ولاد باب جديد الان باقي، الان دابا باقي باب جديد، باقي سيدي وسمره، باقي سيدي على القران، ولكن حنا حنا الدار البيضاء راه هي المغرب ديك الساعه. الحاج انت تزدت في 1914 التاريخ ما كيقول لك حتى حاجه، ما كيذكرك حتى بحاجه. تذكرني كانت واحد الحرب العالميه ولكن بالسمع. من بعد كبرت شويه كنت كتسمع صافي بالسمع من التاريخ ولكن الله تعالى ما كانش هنايا. نعم هنا كانت الراحه وكان الاسم هي ما كانتش الحرب ما وصلتش. وما كنسمعوا بين ما فرنسا كذا شاركت، بين ما المانيا كذا ما كذا، من بلجيكا كذا الى اخره. ايوا على كل حنا الى اخره، ولكن الفقه ديالنا قليل ضعيف. تمام الحاج. نعم شكون اللي داك الايديال؟ بعد اولا من بعد اللي سميتو كنا في درب السي الصوفي، ولا ساكنين درب حاج محمد، درب حاج محمد، درب المعيزي، درب المعيزي انتقلنا لدرب المدينه الفوق ديال درب السلطان، درب اليهودي. ولات عندي ديك 17، ديك 17 غادي في 17 18. نعم. واحد النهار كذا كذا لعبنا مع الفرقه ديال الفرقات الوطن المسلمين اللي كان الله يرحم حميد الشعار البيضاء هو كان رئيس عليها، وكان سي محمد ديبونتي الله يجازيه بخير، تيرشد الدراري وتيربينا الى اخره. وكان فيهم واحد النغزه وطنيه، ضرهم الحال يشوفوا الناس الدراري المسلمين يلعبوا مع الاوروباويين. هذاك التاريخ 30 31، الله يرحم على كل حاجه. وفعلا ولات نديروا فرق، ولات نلعبوا مع المغرب الرباطي، تلعبوا مع الدراري ديال فاس، تنمشي لعندهم تنجلسوا يومين ثلاث ايام، تفرحوا بنا، تيجوا عندنا كذلك. تلعبوا على كل حال مع سلاويين، على كل حال تنسميتو. وصارت واحد الوقت ولينا تعرفنا، حينما تعرفنا كاين فلان في كذا، كاين فلان في كذا. جا واحد السيد تيلعب معنا اسمه عبد الرحمن الكحل بن ابراهيم، مات مسكين الله يرحمه، هذه واحد عام علينا. قال لي مشي، قلت له اللي ديال مالي ديال، قال ديك، قال لي، قلت له واخا. مشينا اللي ديال 19 متر 33 34، لعبت معاهم عامين. وهذاك العام الاول جاب الله تيسير لعبوا نفس السيليكسيون دي ماروك. او هذا الكذوب، انا كاين المفيد، ما كاين قارو، ما كاين شرار. جبرت شي مغربي قبل منك في لقيت جينا لي كاردا، لقيت عبد هذا عبد القادر بو سيترون اللي مشى مسكين راه مات في بوردو. لقيت عبد الرحمن الكحل اللي مشى معاه، وجلال عبد القادر العزبه الحاج هو اللي كان مشى بعيد.